راوند اب. إذا في راوند اب باش نبداو بشأن الفلسطيني، وإن قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إنه مجمع الشفاء الطبي خرج تماما عن الخدمة ولا يستطيع تقديم أي خدمة صحية للجرحى نتيجة العدوان الصهيوني ولا حتى المرضى الموجودين داخل المجمع، وأكد زادة إنه يتعرض لحصار من الداخل والخارج. وبلغ عدد الإصابات 28,200 من الإصابات 70% منهم من الأطفال والنساء، وفي ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المركز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية بشكل مباشر، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزا صحيا، كما واستهدف الاحتلال 53 سيارة إسعاف بشكل مباشر. وخلال مؤتمر صحفي بتاريخ أمس الأحد، قدم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة آخر أرقام الشهداء والجرحى في القطاع المحاصر، مؤكدا أن عدد ما حصدتهم آلة الحرب الإسرائيلية يتجاوز 11,000 شخص. بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي 1,142 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين تحت الأنقاض 3,250 مفقودا، منهم 1,700 من المفقودين الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض. وبلغ عدد الشهداء 11,180 شهيدا، بينهم 4,609 أطفال و 3,100 امرأة. وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 20 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 49 صحفيا وإعلاميا. إيناس أبو خلف مديرة المكتب الأعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصرح في مداخلة بقناة الجزيرة أنه يتم قصف المرضى في غزة وأنه الصورة كارثية على مستوى الوضع الصحي هناك. إسرائيل تطلق حكم الإعدام على المرضى والطواقم الطبية في المستشفيات، وهذا تصعيد خطير جدا. الآن المرضى والطواقم الطبية بما فيها ما تبقى من فرق أطباء بلا حدود داخل مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات هم عالقون في مرمى النيران. نحن فقدنا الاتصال مع فريقنا الطبي، والذي يعني يقدر عددهم بحسب آخر اتصال يوم أمس من 6 إلى 7 أشخاص. المرضى يستهدفون من خلال عبر القناصة. أطلعنا الدكتور محمد عبيد وهو جراح في أطباء بلا حدود موجود في مستشفى الشفاء أن 2 من المرضى كان أحدهم يعاني من شلل رباعي تم قنصه في رقبته، حيث تتواجد فرق أطباء بلا حدود في الطابق الرابع من مستشفى الشفاء. مريض آخر تم قنصه في بطنه، فيعني الصورة كارثية. أكد رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبد أن المنظمات الأممية تخلت عن دورها ولم تقدم شيء للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بغياب الإرادة السياسية. 18 منظمة أو وكالة أممية تعمل في قطاع غزة لم تقدم شيء. دعينا نستذكر أنه أول من تخلى عن السكان في مدينة غزة وشمال غزة وحتى في باقي قطاع غزة هي برنامج أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي بثت الرعب في صفوف الناس وأدت إلى أن الناس تخرج بشكل جماعي إلى الجنوب، وتخلت الوكالة عن مسؤولياتها وأخلت مقاماتها وأخلت موظفينها. الأمر الآخر له علاقة بمهام وكالات دولية مفروض أن تعمل في الوقت الحالي، يعني عندما نتحدث عن برنامج الغذاء العالمي، إذا لم يعمل برنامج الغذاء العالمي والناس محاصرة متى يعمل؟ الصليب الأحمر حتى هذه اللحظة هناك مليون علامة استفهام حول دوره. بالأمس وجهنا نداء استغاثة، ونعلم جيدا أن الصليب الأحمر يمتلك بعض المولدات الصغيرة. وجهنا نداء استغاثة الصليب الأحمر، أن الصليب الأحمر لم يحرك سيارة واحدة. الأمر له علاقة بالإرادة السياسية، الإرادة السياسية غائبة. هم يمتلكوا أكثر من يمتلك القدرة على التأثير اليوم وإعلاء الصوت هم وكالات الأمم المتحدة. مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية يفيد في تصريح لقناة الجزيرة أن المستشفى توقف عن تقديم الخدمات الصحية جراء نفاذ الوقود، مضيفا أن الاحتلال يشن حرب إبادة على كل من يتواجد في المجمع في ظل صمت دولي على المجازر. أصبح
عنيف كما تسمعي في كل مكان من حولنا. لو أجانا أي جريح لن نستطيع القيام بأي عملية جراحية له وسيموت ونحن ننظر إليه. أقسام العمليات أوقفت تماما بسبب عدم وجود الكهرباء. وكما تحدثنا في مقابلة سابقة أن هناك طفل في الحضانة توفي وقسم ورجل آخر في العناية المركزة توفي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نحن الآن نعيش يعني حرب إبادة في مجمع الشفاء الطبي. الاحتلال يشن علينا وعلى المرضى وعلى الجرحى وعلى الطواقم الطبية وعلى النازحين حرب إبادة يمنع عنهم كل شيء ويقصف كل ما هو متحرك داخل المستشفى ويحاصر كل شيء. الاحتلال لا يعترف لا بأي اتفاقية دولية ولا بأي شيء لأن العالم كله أعطاه الضوء الأخضر عندما قصف المستشفيات وقصف المستشفى العمداني ولم يتحرك العالم ساكنا. تجرأ على قصف مستشفيات مصر والأطفال وتجرأ على قصف الآن مستشفى الشفاء التي سيكون بمثابة محرقة ومجزرة لكل من فيه إذا دخل هذا الاحتلال المستشفى. المستشفى مكتظ بالمرضى ومكتظ بالجرحى ومكتظ بالنساء والأطفال النازحين من المستشفى. نختم بالراوند اب برئيس المركز الأورو متوسطي باسطنبول رامي عبدة اللي اعتبر أنه ما يحدث في غزة هي عملية استهداف متعمد للجمعيات والمجتمعات المدنية اللي يقر القانون الدولي بضرورة حمايتها، مضيفا أنه ما يفعله الاحتلال هو جراء تقاعس المنظمات الدولية عن القيام بدورها. الذي يجري اليوم هي عملية قتل متعمد للمرضى داخل المستشفيات، عملية استهداف متعمد للنازحين داخل المستشفيات، وعملية استهداف للمجمعات المدنية المحمية. وبالتالي ما نستطيع أن نقوله أنه الإسرائيلي اليوم أو الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه يده طليقة ويمارس هذا الإجرام لأنه لم يرى أي من المواقف الدولية التي قالت له أن غير مقبول. وفي نفس الوقت هناك انخراط للأسف الشديد منظمة أممية أن تقوم بدورها. إذن هذه هي وسيم راوند اب لليوم، أكيد باش نرجع على بقية الأخبار وآخرها في كل المواعيد والبرامج متاع.